Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vous montre comment télécharger un fichier ISO de Windows 10 directement à partir du site officiel Microsoft. Voilà, vous allez écrire dans la recherche comme ça, MSDN Microsoft Windows 10 Download, pour télécharger le Windows 10 en tant que fichier ISO directement sur le site officiel. Bon, vous allez cliquer sur ce lien, le premier lien, voilà. Bon, إذا كان كنت تستعمل PC avec Windows installé, أي Windows, Windows XP, Windows 8, Windows 10, باش تجيكم الفينتر هذه. Il vous demande d'installer tout d'abord un utilitaire ou le tool, ومن بعد ensuite avec l'application vous allez télécharger le fichier ISO pour créer un USB ou أي حاجة. ما نحبوش نعملو كيما هكا، نحبو نتيليشارجو ديريكتومون في شي ايزو. فوالا، تمشي للتروا بوان هذوما تاع السيتينغ في ولا البارامتر في الميكرو في الجوجل كروم. بون، هنا حاجة نسيتها، الفو يوتيليزي لو نافيغاتور جوجل كروم. فوالا، من بعد تمشي بلوس دوتي، فوالا، من بعد اوتي دو ديفلوبمون باش تخرجلكم السيت فينيتر. فوالا، هنا باش تزيد ترجع للتروا بوان تاع السيتينغ ولا البارامتر. فوالا، مور تولز، فوالا، من بعد تختار نيتورك كونديشنز. هنا باش ما هو اليوتيليتير هذا في جوجل كروم بور فير دي تيست، تعمل دي موديفيكاسيون سور ان سيت ويب ولا دي باج ويب، ويعمل لك هو انفيرونمون مختلف على الانفيرونمون اللي انت فيه. هنا يختار لك اليوزر اجنت، سيليكسيون هنا اوتوماتيك تصير باش نحاها ديكوشي سات كاز. من بعد باش تختار اي سيستم ديكسبلوتاسيون بخلاف الويندوز. فوالا، بون اذا كان نختارو اوبيرا ماك، فوالا، ولا انيكس ولا اوبونتو ولا اندرويد اكسيتيرا. من بعد تخلي الفينتر هذه محلوله، تعمل ريفريش اكتواليزي سات باج. هنا ما عادش ما جتناش نفس الباج الاخرى، جتنا الباج دو تيليشارجمون. هنا تختار الفيرسيون دو ويندوز، كونفيرم. هنا تختار لونغ، سيليكت ذا برودكت لانجويج، كونفيرم. هنا باش تخرج لك دو ليان بور تيليشارجي لا فيرسيون ويندوز 32 بيت ولا 64 بيت. سيفو كليكي سي 64. Voilà, le fichier ISO peut être téléchargé. Windows 10 1909 est la dernière version de Windows 10. Bon, on termine le téléchargement. Vous savez, on a terminé. Merci.